أكدت الحكومة الفلسطينية أن الاحتلال يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه من خلال استمراره في سياساته التهويدية والاستيطانية، خارقا بذلك المواثيق الدولية والإنسانية. تضاعفت 3 مرات عن العام الماضي، فالمخططات الصهيونية أقرت خلال 4 الأعوام الماضية 36 مشروعا، منها 13 في القدس لوحدها. والأخطر أن إسرائيل بدأت تصادر الأراضي الموجودة بين مستوطنات الضفة والقدس لخلق تواصل جغرافي، وذلك ضمن شريط استيطاني وصولا للمحاور 3. المحور الأول رام الله، والثاني ويطلق عليه فك الكماشة في المنطقة الفضائية بين بيت لحم وأبو ديس، أما المحور الثالث ما يسمى برأس الكماشة في مدينة الخليل. هناك ما لا يدرك المشاهد ولا يدرك المسؤول أيضا، بأن نمط البناء على الأرض أخذ بعدين من البناء، بناء معلن عنه وهذا الذي يتم من خلال العطاءات، ونوع آخر يتم بناؤه على الأرض بشكل حقيقي ولا يتم رصده ولا إخراجه. كل ما يخرج من رصد لأعداد ليس صحيح، وبدليل ذلك أنه إحنا على سبيل المثال رصدنا أكثر من 13 نقطة استيطانية نشطة في البناء، هذه لم تسجل في أي من لا في العطاءات. الإسرائيلي يسيطر من الأرض الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية 78%. المصيبة كانت بالاتفاقيات السياسية والقبول بمبدأ تبادل الأراضي من جهة، وهو اعتراف غير مباشر بالاستيطان، والموافقة على تقسيم الاحتلال للأرض بحيث أصبحت ألف وباء، والتي شكلت 35% من مساحة الضفة الغربية، فيما ترك المجال ل 65%، وهي المساحة المطلقة بيد الإسرائيليين. نسعى الآن أمام مجلس الأمن الدولي من أجل وضع نص مشروع قرار حول عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري بناء على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف بناء وتوسيع هذه المستعمرات الاستيطانية. نص مشروع القرار تم توزيعه على الدول العربية من أجل أن يكون هناك قاعدة له ويحظى بالموافقة. مستقبلا هناك توجه لدى المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يأخذ بعدا غير البناء في منطقة بئر السبع والمنطقة الجنوبية، باعتبار أن هذه المنطقة محكم السيطرة عليها، والتفكير بإعادة السيطرة البينية والإبقاء على سلطة فلسطينية فقط في مراكز المدن. من رام الله المحتلة، زينة صندوق، رؤيا.